أحمد المجدلاني عضو المجلس التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية من رام الله. سيد مجدلاني، بعد التحية، الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته في افتتاح جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة قال أو وصف الأزمة التي يتعرض لها قطاع غزة أو الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة منذ عام تقريبا بأنها كابوس دائم يهدد بجر المنطقة برمتها إلى أتون الحرب والبداية من لبنان. برأيك إلى أي مدى هذا أثر أو الوضع في لبنان أثر على الأوضاع في غزة؟ يعني بدون شك الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش انضم إلى مجموعة المناشدين والمطالبين بوقف إطلاق النار، وهو يعني حتى بصفته سكرتيرا عاما للأمم المتحدة لا يملك من الوسائل والإمكانيات، رغم أن ميثاق الأمم المتحدة يعطيه صلاحيات أكبر للتحرك، لكن واضح تماما أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار في مجلس الأمن يشل المنظمة الأممية عن القيام بدورها لحفظ الأمن والسلام والاستقرار في العالم. وأيضا أصبح غوتيريش كما هو حال الفلسطينيين وحال الدول العربية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة التي يعني تذهب إلى الأمم المتحدة وتطالب وتناشد، ويعني وأنا أعتقد أن هذه الحالة التي وصلت لها المنظمة الأممية يعني تهدد أولا وأخيرا النظام الدولي القائم على الأحادية القطبية، وأكدت من جديد أن استمرار النظام الدولي بهذه الطريقة لا يمكن أن يستمر على الإطلاق. الأمر الآخر ما تفضلت فيه، نعم، أن التصعيد الإسرائيلي على لبنان بهذه الوحشية والهمجية التي جرت يعني خلال 24 ساعة الماضية، والتي استهدفت ليس فقط البنية العسكرية لحزب الله وإنما استهدفت المدنيين بشكل خاص، وهي نقلت النموذج الذي استخدم في قطاع غزة خلال العدوان العام الماضي، يعني منذ عام إلى الآن استهدف المدنيين والبنية الاجتماعية والتحتية، وبالتالي الهدف الرئيسي واضح تماما منه هو خلق أزمة ما بين حزب الله وما بين الحاضنة الاجتماعية التي تحتضن حزب الله وتقدم له الحماية والرعاية، وأيضا تنقل الأزمة داخل المجتمع اللبناني وداخل الحياة المجتمعية والسياسية في لبنان، خاصة أن هناك يعني عدم اتفاق ما بين القوى السياسية في لبنان على تدخل حزب الله لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وهذا أمرا يعني لم يكن سرا ولم يكن خافيا وإنما كان يعبر عنه بشكل دائم من بعض القوى اللبنانية، وليست قوى هامشية بالمناسبة وإنما قوى يعني لها وجودها سواء في البرلمان أو لها وجودها على الأرض. بكل الأحوال أنا أعتقد أن الضغط الذي يعني يستجلبه نتنياهو على حزب الله من أجل أن يؤدي فيما يؤدي إلى أن يستجيب حزب الله إلى وقف إطلاق النار، لكنه بدون أن يكون متزامنا مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يستطيع حزب الله أن يذهب إلى هذه المعادلة. وبالتالي يعتقد نتنياهو، ومنذ أمس يعني نحن نتابع الموقف الإسرائيلي والمتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك المحللين الاستراتيجيين القريبين من رئيس الوزراء نتنياهو وبعض حلفائه، يعتقدوا أنه من الممكن أن يوفر ذلك ضغطا من قبل حزب الله على حركة حماس للذهاب إلى صفقة من الممكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار، ومن الممكن هذه الصفقة بذات الوقت توفر لحزب الله أيضا الذهاب
إلى الالتزام بقرار بقرار مجلس الأمن 1701، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية مع الاحتلال الإسرائيلي كما جرى في ترسيم الحدود البحرية. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله السيد المجلاني دكتور أحمد المجلاني وكذا.